يقول من عنده نخل بالبيت هل عليه زكاة؟ نعم عليه زكاة إذا بلغ نصابا، مثلا يكون عنده نخل مثلا في مزرعة، له مزرعة مثلا وعنده نخل في البيت، فيجمع هذا إلى هذا لأنها جميعا في ملكه. لكن إذا كان فقط في البيت عنده نخل ينظر هل هذا النخل الذي في البيت يعني يبلغ نصابا أو لا يبلغ نصابا. وقلنا ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، والنصاب 5 أوسق، والوسق 60 صاعا يعني 300 صاع، يعني قريب من 1500 كيلو تقريبا. لأن إذا قلنا 600 صاع والصاع 60 صاعا 300 صاع والصاع تقريبا كيلوين ونص، كم يصير؟ آه 60 × 60 × 60 × 60 5 60ات كم؟ 300 صحيح؟ 300 × 2.5 750 صحيح؟ 750 هذا في الرطب، فإذا صار تمرا نقص النص، يعني لما يصير عندك 1500 كيلو رطب، وهذه يقدرها يعني الخراصون وهم يعني عندهم علم بالنخل وكذا، ينظر إلى النخلة عثوقها العثق كم يحمل. في بعض النخل خاصة لو صارت يعني مقسمة عثوقها مثلا كذا، فالعثق الواحد قد يكون في 100 كيلو، قد بعضها يكون في 50 كيلو، بعضها لو صار كبار يصير في 150 و200 و50 كيلو العثق الواحد. فالمهم إذا بلغ الذي عندك من النخيل في البيت ما فيه 1500 كيلو تقريبا، فهذا الذي تكون فيه الزكاة، هذا الذي تكون فيه الزكاة. وبالتالي يحسب يشيل طبعا كما قلنا قبل قليل الربع أو الثلث مما يتساقط أو يأكله الطير أو يشيص يعني يخرب يفسد أو كذا، الباقي فيه الزكاة. إذا كنت تسقيه طبعا في بيتك أكيد أنت اللي تسقيه بالماء، وهذا فيه نصف العشر، فتخرج منه نصف العشر، والله أعلم.